أحبائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب الحياة. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم، نتكلم عن السعادة. ناس كتير تسأل موضوع السعادة ده وتقول طيب ألاقي السعادة فين وأعيشها إزاي في خطوات. حلو التدريب إنه يخلي الإنسان يعيش الموضوع اللي بنتكلم فيه في خطوات واضحة ومحددة. نلاقي السعادة فين؟ ده سؤال مهم جدا. الناس كتير بتدور على السعادة في العالم الخارجي بينما السعادة في العالم الداخلي. السعادة في ثلاث أساسيات مهمة جدا لحياة الإنسان ما نقدرش نبعد عنهم. السعادة نمرة واحد في علاقتي بربنا. أول خطوة من خطوات السعادة هي علاقتي بربنا شكلها إيه، وهي مصدر السعادة ومصدر الأمان ومصدر السلام ومصدر الفرح ومصدر كل حاجة حلوة. يبقى أنا عمري ما عيش حياة سعيدة وأنا علاقتي بربنا علاقة مش كويسة. لازم الأول أضبط علاقتي بربنا وبعدين أشوف الخطوات اللي بعد كده. يبقى نمرة واحد علاقتي بربنا. نمرة اتنين علاقتي بالناس. جميل جدا جدا ان انا اسعى باستمرار لكسب ناس جدد باستمرار واصدقاء ومعارف ويكون عندي ثروة اجتماعية. مصدر مهم جدا من مصادر السعادة، ودي قالوها في كلية الطب، حتة الامان الكنز الاجتماعي. كنز الاجتماعي والامان الاجتماعي يعني ايه؟ يعني علاقة الواحد بقريبه، علاقته بجيرانه، علاقته بأصدقائه، علاقته بالناس اللي يعرفهم، علاقات إيجابية باستمرار. فعلاقتي بالناس دي حاجة مهمة جدا، مصدر مهم جدا من مصادر السعادة تخليني أعيش في سعادة. علاقتي بربنا حلوة، علاقتي بالناس حلوة. أؤمن تماما أن الثروة الحقيقية مش مقدار ما أملك من مال في البنوك، لكن مقدار ما أملك من حب في قلوب الناس. وبعد كده السعادة كمان حتة مهمة خالص، السعادة في علاقتي بنفسي حتى مهم خالص. أن أستمتع بجمال اللحظة اللي أنا بعيشها مهم. إحنا كتير جدا بنضيع من وقتنا وقت كبير وطاقة إن إحنا مركزين على الماضي اللي فات أو المستقبل اللي جاي، وننسى نعيش اللحظة الحاضرة. وإنت قاعد بتسمعني دلوقتي، لو بصيت حواليك هتلاقي في حاجات كتيرة جدا تقدر تستمتع بيها، تستمتع بحاجات كتيرة، استمتع بجمال اللحظة اللي إنت عايشها أيا كانت. عيش اللحظة واستمتع بيها، وادي وقتك وادي وقت لنفسك انك انت تستمتع بالحياة. فإذن المتعة الحقيقية علاقتي بربنا دي حاجة مهمة جدا، علاقتي بالناس حاجة مهمة جدا، علاقتي بنفسي كمان مهم. لكن انا ما اقدرش اركز على الناس وبس، لازم كمان اهتم بنفسي، اشحن نفسي باستمرار بطاقة، لان ده مهم جدا علشان ادي سعادة للاخرين باستمرار. ازاي اعيش سعادة في خطوات؟ ده اللي هنتكلم فيه الحلقة الجاية ان شاء الله. خليكم معنا.